بس نروح الاول للاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. هارد لك طبعا الخساره، واكيد زعلك وزعلنا كله متواصل يعني. طبعا طبعا طبعا. النهارده سمعنا اخبار عن شكوى من الاتحاد المصري للكاف والفيفا، نقدر نعرف من حضرتك مضمون هذه الشكوى؟ اه صحيح طبعا، الشكوى تقدمت النهارده بالفعل من مدير تنفيذ الاتحاد. يعني الاحداث اللي حصلت في المباراه، سواء الشغب اللي حصل في الجماهير والعنف اللي تعرضت له البعثه من ساعه وصولها لغايه مرورا بيوم الماتش وبعد كمان وبعد المباراه كمان، الليزر طبعا وتجريمه كان غير عادي. يعني 50,000 في الاستاد، اعتقد ان نصهم بالظبط او اكثر كانوا ماسكين الليزر في ايديهم وموجهين على عيون لاعبتنا بس، وغير طبعا شويه التجاوزات اللي حصلت حق البعثه كلها، بس مش في حق المنتخب بس يعني. طيب هسألك سؤال مهم جدا، ليه وقت المباراه ما كانش في حد بيعترض؟ يعني مثلا ما طلبناش ليه المباراه تتوقف مع الليزر؟ ما طلبناش ليه المباراه تتوقف مع الحاجات اللي بتتحدف؟ يعني انا حسيت برضو اكلمك بصراحه شديده ان احنا طيبين مع هذا الارهاب والشغب اللي كان بيحصل كتير في الملعب، ليه كنا يعني هاديين؟ ما دايما ما كنا اصلا لما سالت الكابتن جهاد جريش امبارح قال لي المباراه ما وقفتش، ليه ما قررناش ان احنا نعترض عشان المباراه توقف فده الحكم يكتبه في تقريره؟ والله احنا كنا املين وكنا عشوائيين بالله، وان احنا ان شاء الله الماتش هيعدي وهنحط على الاقل كوره في الـ في الـ في الـ في الـ اثناء المباراه، ولو كنا يعني لو كنا ربنا سهل وكنا دخلنا كوره اعتقد يعني كان هيبقى مستحيل ان هم يحطوا ثلاث جوان، وبس احنا كنا يعني املين ان احنا نطلع الماتش لصالحنا. طيب احنا طالبين ايه في الشكوى دي يا فندم؟ يعني طالبين يعني الجزاءات تكون ايه؟ طبعا يا اما اعاده المباراه، يا اما يا اما احتساب النتيجه لينا احنا فوزين. طيب كمان عايز اسال حضرتك، انا عارف النهارده ان انت وقفت شويه مع كارلوس كروش في المطار انت والمترجم بتاعه واتكلمت معاه شويه حسب معلوماتي، مضمون الحديث ده كان ايه؟ يعني انا يعني من حسن الحظ او سوء الحظ مش عارف، مع العنف بتاع الجماهير لقينا نفسنا في الملعب. يعني احنا قعدنا اتفرجنا على الماتش من تحت في الملعب، فكنا جنب كارلوس كروش، يعني انا كنت شايفه وحاسس بيه ويعني كنت حاسس بكل حاجه بيعملها، فكنا بنتكلم يعني في المباراه وطريقه ادارته للماتش وكل حاجه حكت، يعني كنا بنتناقش يعني ان هو كان شايفني ان انا قاعد كنت على الدكه اللي جنبه على طول اللي هي دكه المراقب، يعني بالصدفه البحته يعني. هو بيقول لي انت كنتوا قاعدين هنا، فقلت له اللي حصل ان احنا اثناء الماتش الجماهير يعني عنفوا فينا، ففي بعض من الجانب الصغالي بقى ياخدنا لتحت كده لغايه ما لقينا نفسنا تحت، فقعدونا في الـ في الـ في الـ في التنده اللي هي بتاعت المراقب. طيب بس فكنا بنتناقش يعني. يعني هو بيقول لي السبب اللي انت قعدته عليه تحت كده يعني. طيب انا السؤال اللي جاي لحضرتك يخص كارلوس كروش نفسه، هل هناك توجه في اتحاد الكره استمرار كارلوس كروش مع منتخب مصر، ولا الحديث الان عن مدير فني اخر غير كارلوس كروش؟ والله هو الحديث في ال 24 ساعه اللي فاتت دول ما كانش اي حديث الا 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 كان على صوت المباراه بس. ومن بعد المباراه طبعا انت عارف الماتش خلص بتوقيت مصر هنا تقريبا الساعة 10 بالليل، يعني يا دوبك على ما رجعنا الاوتيل وخدنا حاجتنا ورجعنا على المطار ركبنا الطيارة اتحركنا وصلنا هنا الساعة 2 الظهر، كله ده أحداث متلاحقة ورا بعض بيخيم عليها الحزن. ما أعتقدش إن كل الكلام اللي منتشر إن مجلس الإدارة قعد وقرر، لا ما فيش أي قرارات وما فيش حتى اي اتفاقات على اي حاجه في ال 24 ساعه اللي فاتت. طيب هل راي حضرتك الشخصي يعني مقتنع ببقاء كارلوس كروش مع منتخب مصر؟ رايي الشخصي انا عن نفسي يعني والله انا يعني مبسوط جدا من اللي حصل في كاس الامم الافريقيه وادارته للفرقه في كاس الامم الافريقيه،
وشايف ان الماتشين بتوع السنغال، ماتش كسب والماتش الثاني كان قاب قوسين او ادنى من المكسب، لولا ان الثلاث ضربات الجزاء اللي ضاعوا كان ممكن نكسب وكان ممكن نوصل كاس العالم. فعن قناعتي انا الشخصيه، رايي الشخصي بعيدا عن كوني مسؤول في اتحاد الكوره، شايف انه يعني ياخذ فرصه ويقعد لغايه كاس الامم الافريقيه اللي جايه ان شاء الله. طيب سؤال جاي لحضرتك. النهارده في فيديو انتشر لمحمد صلاح في غرفه خلع الملابس المنتخب بعد المباراه، بيقول فيها انه لو بقيت في المنتخب او كملت مع المنتخب، هل كان في كلام او طرح ان محمد صلاح ممكن ما يكملش مع المنتخب الفتره اللي جايه لاي سبب من الاسباب؟ والله محمد صلاح لعيب كبير ولعيب عالمي ودولي وبلده محتاجاه، وهو عارف ان بلده محتاجاه ومحتاج ان هو يكون موجود في منتخب مصر. ما اعتقدش يعني ان هو يفكر التفكير ده ابدا ابدا. ما فيش الكلام ده خالص، لم يطرح يعني اصلا. لا لا خالص، لم يطرح يعني، لم يطرح. عظيم. لسه البلد محتاجه، يعني محتاجه اللي زي محمد صلاح يعني. صح بصراحه يعني احنا ما عندناش كم واحد زي محمد صلاح يعني. صحيح. طيب في اجتماع قريب لاتحاد الكره المصري لحسم المدير الفني، حسم امر المدير الفني القادم لمنتخب مصر. والله هو حسم امر المدير الفني ان كان كروش او غيره، ان كان كروش هيحسم من خلال المداولات. لكن حاليا في ثلاثه من الزملاء رايحين الدوحه عشان الكونجرس الدولي، واثنين من زمايلنا رايحين مع المنتخب البنات. طيب هو مشهور الدكتوره دينا، فاعتقدش يعني ان هنعرف نجتمع الاسبوع ده خالص. طيب الانطباعات ايه يا فندم؟ يعني انطباعات اتحاد الكوره بشكل عام بالنسبه لكارلوس كروش، الانطباعات مش بقول القرار، الانطباعات في رضا ولا في غضب من كارلوس كروش؟ لا 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 مفيش غضب. في رضا؟ لا مفيش غضب، لا في رضا. في رضا. ماشي. استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب